حياكم الله. طبعا يختلف الوضع والهدف من الرد عليه. احيانا تبي انت تدعو بالحسنى، جاهل تبي تبين له فتناقشه باسلوب تكسبه تبين له محاسن الدين، واحيانا لا، احيانا تبي تناظره وتجادله عشان تبين خطأه، خاصة اذا كان امام الناس او بيأثر، فانت تعامله بالعكس. فحسب وضع الانسان وحسب هدفك انت من النقاش هذا كله. ليش اخترت هذا الفعل وليش اخترت هذه الصورة؟ يعني منو اللي قال لك عن هذا الشيء؟ منو اللي قال لك ان هذا الاحسن؟ احنا اللي نعرفه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين هو ختم القرآن، انك تقرأ القرآن كله. انت ليش تقرأ الصورة وتهجر باقي القرآن؟ بالعكس، اجتهد في القرآن كله مهما كانت الصورة لها فضل ايا كان، فالسنة والافضل هي قراءة القرآن كامل وتختمه وترد تعيد ومرة ثانية تختمه، هذا هو الافضل لا شك. وترك هذا اللي انت بتسويه. عسى الله يعافيكم، وتشرفت بحضوركم وسعدت بلقائكم، ومشكورين يعني نادي الإدارة والتسويق في كلية العلوم الإدارية دكتور نواف عبد الجادر والمجموعة الطيبة اللي معاه على هذه الاستضافة والضيافة. حسب ما سمعت عن تابي وتمارا، وانتوا أدرى انكم انتوا تتعاملون معهم، ان في أقساط بينكم وبينهم، لكن اذا في تأخر بالقصد راح تزيد القيمة، وهذه القيمة تزيد وتتضاعف يوم عن يوم أو أسبوع أو أيا كان. إذا كان في هذه الزيادة على التأخير فهذا ربا، فما يجوز الواحد يتعامل معهم. نعم، ما في مشكلة أن المرأة تصلي صلاة جهرية تسمع نفسها، طبعا ما في أجانب عندها أكيد رجال، هي في بيتها، فما يمنع أن المرأة تصلي صلاتها يعني بصوت جهور تسمع نفسها تقرأ بترتيل طالما أنه ما في أجانب يسمعونها، وعسى الله يتقبل من الجميع. والله الموضوع مو رأي ورأي فلان وعلان، موضوع فلسطين بالنسبة لنا كمسلمين هذا موضوع شرعي، يعني موضوع دين، موضوع عقيدة، غير أنه بالنسبة لغيرنا حتى موضوع إنساني. يعني يشتركون العالم معانا الكفار المسلمين أنه موضوع إنساني ما حد يرضى فيه، هذا ما حد يرضى فيه، حتى القوانين الحرب كسروها كلها. كإنسانية الكل يشترك أن هذا غلط، كمسلمين إحنا يزيد الموضوع هذا لنا كمقدساتنا، أخواننا المسلمين حرماتهم، فيعني ما يحتاج نقول، الأمر أوضح من أن نتكلم فيه. وأنا تكلمت يمكن اليوم في الإذاعة تباشير الصباح، إن شاء الله رح نزل لكم الرابط عن زاوية معينة المطلوب منا فيها تكملة للي صار أو اللي تكلمت عنه فيه الأسبوع اللي طاف، إن شاء الله نزل لكم إياها اليوم بإذن الله. نعم يجوز، بس وقت الاغتسال يعني ننتبه الماي المقري فيه كتكريم لا يروح في المجاري، يعني خلي تحتنا تب يعني ينوقف مثلا داخله، بحيث ان الماي اللي ينزل من المقري فيه هذا يكون في الطش، بعدين انكت على الزرع مثلا، يعني اكراما للقران ان لا يذهب الماي هذا مع المجاري. اما الشرب والرش في البيت هذا ما فيه مشكله ان شاء الله، وعسى الله يعني يبعد الشيطان عن بيوتنا جميعا يا رب. يعني هذا شغل يعد تطمنوا ربعه. شوف يا أخواني أخواتي، عشان نحط الأمور بنصابها الصحيح ونكون وسط، ما يصير إحنا نقول حق الناس دائما خلكم إيجابيين خلكم إيجابيين خلكم إيجابيين. إحنا بشر نحس، إن القلب لا يحزن، إن العين لا تدمع، الإنسان يحاتي يقلق ممكن يوسوس مرات طبيعي، لكن اللي نحاربه أو يعني خلينا نقول نحاول نعالجه اللي هو الطرف الثاني. صح ما يصير كله إيجابي، بس ما يصير كله ضاي خلقك. إحنا هذا اللي نتكلم عنه، في مشاعر طبيعية كبشر، نعم لابد نتفاعل إحنا أوادم، بس ما يصير وضعك كله كذي، أنت دائما حزين، دائما أنت ضحية، دائما ضاي خلقك، دائما مكتئب، لا لا، هني إحنا نقول غلط. فإذا كان الإنسان يمر بظروف طارئة تمر عليه هذه الأشياء عرضية في حياته، ما يمنع، يعني لا يحس إن أنا اللي أقول وأنا اللي فلان أنا اللي ضاي خلقك، يضي خلقك أنت آدم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن طبيعي، بس لا يصير هذا ستايلك على طول وأمودك دائما. بس المتصدق إن شاء الله على نيته، طالما هو يبيها سر بينه وبين الله رب العالمين، يعني كشف هذا الموضوع خير له، قد يدعى له يتأسى فيه، لكن هو إن شاء الله يرزق على نيته والله يحسبها له مثل ما بغاها. يعني كل الأخبار اللي توصلنا عن التابعين والسلف الصالح والصحابة، ترى كثير من الأشياء اللي وصلتنا عنهم هم كان حريصين ما حد يدري عنها، لكن سبحان رب العالمين يكشفها للذكر الحسن، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد ومكافأته له. تلك عاجل بشرى المؤمن، أن الناس يتحدثون عنه بخير ويذكرونه بخير، يهو يحرص على أنه يخبيها، لكن رب العالمين يكشفها لحكم عنده ويكتب له أجر إن شاء الله ما أراد ونوى.
عسى الله يعينك. هذا الموضوع قد يحتاج شوية تفاصيل استفسارات، شنو الموضوع بالضبط اللي مخوفك، وشنو اللي مخليك تدخلين الحالة، شنو أكثر شيء مسيطر عليك. الكلام العام نقدر نقول لك كل شيء بيد رب العالمين وطمني قلبك والله يدبر الأمر، لكن قد يحتاج أنك تروحين حق شخص بحيث أن تفاصيل شوية يخلصها لك. والامر سهل ان شاء الله، ترى كله وسواس شيطان، والامر سهل جدا. لا تحطين ببالك انه يعني مستعصي وصعب، لا لا، الامور سهله ان شاء الله، بس الله يوفقك حق انسان يعني يدليش على الدرب الصح. وليش عاد يا اخوي ليش تمشي بالمقلوب يعني؟ انت كيفك وين تبدي وتر؟ بس انه القران مرتب بهالطريقه، والله لحكمه في ترتيبه بهالطريقه، ليش انت تمشي العكس؟ يعني في شيء افضل واحسن، وهو السنه، وهو هدي الصالحين والسلف والصحابة كلهم. احنا ليش نعكس؟ يعني شنو نصلحة في الموضوع؟ بفهم انا، انت تقرأ ورام تقرأ، هني الطريق احسن لك، انت هني قاعد ليش تروح هناك؟ ليش انت لو تكلمني عن الحفظ واقول بالحفظ ماشي، روح حفظ من هناك لانه اسهل، صور يعني قصيرة والاجزاء بسيط، لكن قراءة لا، خليك مع الناس يعني، خليك هديك. هذا السؤال الله يهديك. لا ما يجوز يا اختي، ولد اخت الزوج مو محرم لك، يعني ريلك يصير خالة، يعني انت مرت خاله، انت مو محرم، يعني هو مو محرم لك، ولا هو يظل اجنبي عنك، فلازم تحجبين عنه وتتغطين. طبعا الاصل هو الوقوف على رؤوس الايات، لكن مثل ما تفضلتي احيانا يكون في معنى متصل ما يمنع ان الانسان يصل الايه باللي بعدها، يعني هو ما اخطا في القران، خاصه في معنى مثلا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يجوز الوصل يجوز الوقف عليها، وفي آيات غيرها، وهذا يعني أهل العلم في الوقف والابتداء يعتنون بهذا الموضوع، حتى في بعض المواطن فيها الآيات يعني نهاية الآية ورؤوسها قد يصلونها بآية اللي بعدها، فالموضوع إن شاء الله يعني مو هالصعوبة. إحنا نقول بشكل عام هو الوقوف على رأس الآية، لكن أحيانا قد الوصل يكون له معنى وجائز الوصل، والعلم عند الله. حرام، أنا اللي فهمته من السؤال وإذا كان فهمي صح، أني هل يصير أسافر مكة بدون إحرام؟ ما بيعتمر. إذا كان هذا المقصود السؤال فالجواب يجوز، يعني مو لازم إذا دخلت مكة أنا مو لازم أعتمر، مو واجب علي العمرة، بالتالي مو لازم أدش محرم. هذا إذا فهمت السؤال صح. يعني ليش حتى بالصلاة حد ليش؟ هضم الوقت ماشي، بس قدر الله صار شيء، يعني خاصة اللي ما عنده عذر، قاعد بس كذي بنطر قبل أذان بخمس دقايق بقوم أصلي، افرض صار عذر، واحد مرة تتأخر الله يعزكم الحمام، يتحمل، ما حد قالك أخر علي الحزة هذه، وش حق يعني؟ يعني حتى الظهر فيها سنة بعدية ما يمدي أصلي السنة البعدية، المغرب فيها ركعتين بعدها ما يمدي أصلي، ليش عاد سوي عمركم كذي يعني؟ عند الله الساعة والمبادرة بالصلاة خير، المسارعة هذا أفضل. في النهاية خير يعني، فأخر لي عذر مرة مرتين، بس مو نصير هذه حالتي كل مرة قاعد كذي لين خمسة، ليش يعني؟ مو تحدي هو يعني. هو الموضوع في الخلاف بين أهل العلم في حكم تارك الصلاة، منهم اللي يقول كافر، منهم اللي يقول مو كافر، مسلم لكنه عاصي وفاسق، فعلى القول بأنه هو كافر فما يستند حق الكافر. على القول الثاني ورجح هذا كثير من أهل العلم أنه يعتبر مسلم لكنه عاصي، فيجوز أن الواحد يدعو له بالرحمة والمغفرة، وعسى الله يرحم موتى المسلمين. الإنسان اللي ناخذ منه كل شيء قدوة مطلقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما باقي الناس فأنا أخذ منهم المفيد. يعني هذا الإنسان سواء بالسوشيال ميديا ولا بالحياة برا ما له شغل، إنسان عنده خصلة زينة أخذها، والثاني عنده خصلة زينة أخذها، لا أصير أنا نسخة كوبي بيست من شخص، لأن الشخص هذا مو معصوم ولا هو كامل، فأنا أخذ منه الزين بس، ما له علاقة وين يطلع بالسوشيال ميديا ولا غير السوشيال ميديا، بالتلفزيون، بالشارع، جيراننا، بالدوام، أنا أخذ الزين من الناس، عنده هذا خصلة حلوة بالرب والدينا أخذها منه، هذا حرص على صلاة أخذها منه، هذا حبه لعمل الخير أخذها منه، بالتالي أنا راح يجمع الخيرات والصفات الطيبة. أما إنسان أخليه أنا عندي هو خلاص عجبني وأخذ كل شيء منه، لا هذه صعبة، هذه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما غيره فمعرض للخطأ، فالشيء زين أخذه منه، والشيء اللي غلط أدعو له عسى الله يوفقه ويهدي يا رب.